الباب مفتوح، سمعناكم مدة ساعتين، عبرتوا على الغضب متاعكم، عبرتوا على آرائكم، عبرتوا على كل شيء، وإحنا قابلين وعندكم حق باش تنتقدوا وباش تقولوا اللي تحبوا، وإحنا مالنا إلا في عائلة واحدة، وهذا اللي يلزم يصير، هذا هو اللي يلزم يصير في الجمعية إذا كان تحبوا. أنا قلت لكم وصدقوني راني مانيش مترشح دكو، وراني فرحان اللي سيمار ولا زبير أني استدعيتهم الزوز، فرحان اللي ناس أخرى تجي وتاخذ المشعل، وفي إلي طان بعد 9 سنين ونص أنه باش يجي شباب وتجي رؤية أخرى وتجي برنامج آخر وتجي دم جديد وتجي فكرة جديدة، وإن شاء الله ما الشيء اللي روه اليوم ما يخوفهمش. هذا خوفي وما هيش كيكا كي تدار الأمور، رحنا نسمعوا وعبرتوا على رأيكم وعبروا على رأيكم، قلتوا إيش حبيتوا الكل، وجيت من باب المسؤولية وعملت 9 سنين ونص اللي يقولوا فشل في فشل في فشل في فشل، 63 ولا 65 لقب هزيناهم في 9 سنين ونص، أكبر مدة برا أرجعوا للرؤساء الكل في مدة 10 سنين فماش رئيس خذاء ألقاب كما اللي خذيناهم أحنا. آخر لقب رحنا ربحنا 3 كوبات، رحنا ربحنا شامبيونا، رحنا ربحنا الكاف، ورحنا ربحنا كوب أراب، ووصلنا الدمي فينال على مراد الله، وصرفنا 3.5 مليار باش نهزوا الشامبيونز ليج. شكون ما يحبش يهز الشامبيونز ليج؟ أنا ما نحبش نهز الشامبيونز ليج، عملت إلا طلبوه مني الكل، 3.5 مليار صرفتها يا طيارات خاصة يا كذا، وشكروني وخرجوا في المنبر وقالوا رضا شرف الدين عامة اللي جبنا البيس وقدمنا الملعبية بحضور الناس كل، هذم الكل مسجلين، رضا شرف الدين ما قصرش واعطانا اللي نحبوا عليه وعمل المطلوب الكل بعد توفيق من عند الله. ما صارش خسرنا لظروف أو لأخرى، تو التاريخ يظهرها علاش خسرنا.